يقول في نهاية الشوط السابع في السعي: هل من المفروض قبل أن أخرج أن أقرأ ما قرأته في بداية الشوط أم أخرج مباشرة من المسعى دون أي ذكر؟ وهل علي أن أصعد إلى نهاية المروة في الشوط السابع أم أخرج من الباب لأن الباب قبل نهاية المروة بقليل؟ الواجب استكمال ما بين الصفا والمروة بحيث لا يترك منه شيئا. أما الصعود على الصفا والمروة فإنه سنة، إذا تيسر فهو سنة وإن تركه فلا حرج عليه. وأما الذكر فيستحب أن يذكر الله على الصفا وأن يذكره على المروة بمثل ما ذكر على الصفا، ويكرر هذا كل ما صعد الصفا والمروة أثناء السعي. وفي الشوط الأخير يستحب أن يرقى على المروة ويقول الدعاء الذي قاله في بداية الشوط يختم به. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للعاجل الذي هو على عربية، هل يلزمه أن يصعد الصفا والمروة أيضا؟ صعود الصفا والمروة هذا ليس بواجب لا على العاجز ولا على المستطيع، إنما هو سنة. إذا استوفى ما بينهما كفاه ذلك. والعربانة أو العربية مجعول لها نظام يستغرق المطلوب، بل المستحب أيضا لأنها تصعد قليلا. جزاكم الله خيرا.